يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي قد أدى الحج والعمرة الواجبين، فهل لي أن أعتمر وأحج عنه تطوعا مع قدرته هو على التطوع؟ لا، ما دام أدى الفرض فإن كان يقدر على التطوع بنفسه يجي، وإن كان ما يقدر الحمد لله يكفي الفرض. نعم. يقول فضيلة لكن الميت إذا مات ما في بأس تعتمر عنه وتحج عنه نافلة إذا مات، أما ما دام على قيد الحياة إن قادر يتنفل يجي، ولا الحمد لله يكفي لي الفرض. نعم. يقول فضيلة لأن الأدلة إنما وردت في النيابة في الفرض أو في النذر، ولم ترد في التطوع بالنسبة للحي. نعم.